الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلدان هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتان والكل جند للإله أماتا جندا يقض مضاجع الطغيان وإذا السماء تشققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عياني وتفجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الوعد بالقرآن والكل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد الديان ذلك اليوم العظيم نفوسنا حشرات وها قد خاب ذو النكران من بعد مبعثهم حساب عادل يا ساد من ثقلوا على الميزان يا سادهم وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنعم الرحمن قد أفلح الماضون في ركب الهدى وتحرروا من قبضة الشيطان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان يتفكرون
بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا.